سلام الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي امين. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حله. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الحلوه نتاع العيد، حلوه لذيذه بزاف كتعجب الكبير والصغير. حلوه نتاع الغريبيه نتاع الكوك والسميد، كتجي رائعه جدا. غادي نحتاج البنات المقادير: عندي 3 نتاع البيضات، كاس نتاع العلبه نتاع الزيت النباتيه، والنص نتاع الكاس العلبه نتاع السكر سنيده. الا بغيتوا ديروا كاس عامر ديروا، يعني الحلاوه حسب الذوق، لحقاش عاد غادي الحلوه غادي تفند في السكر ثقيل. وغادي ندمج البنات مزيان هاد المكونات حتى غادي يولي ليا شويه البيض ابيض باش كتجي الحلوه زوينه. خليكم معايا. ملي دمجت البنات مزيان هذوك المكونات كما شفتوا، ضفت واحد القريصه نتاع الملحه او القبصه نتاع الملحه، وغادي نضيف الروح نتاع الحامض. الا ما كانش عندكم متوفر غادي ديروا غير القشور نتاع الحامض، كتجي واحد البنه زوينه بزاف. وغادي نضيف معلقه كبيره نتاع مربى او الكوفيتير نتاع المشمش، وغادي ندمج مزيان عاوتاني هذوك المكونات. ملي صافي البنات اندمجت مزيان هذوك المكونات مع بعضياتهم، غادي نبقى نضيف في الكوك. الكوك البنات عندي 225 غرام نتاع الكوك، غادي نبقى نضيفه بشويه بشويه وانا كنجمع يعني في العجينه نتاع الحلوه. واحد النصيحه البنات ضروريه في الغريبيه نتاع الكوك والسميده باش تجي لكم يعني زوينه بزاف وكتجي رطبه، يخص الكوك يكون جوده عاليه، خصكم هذاك الكوك اللي كيكون شويه رطب ماشي هذاك اللي كيكون ناشف كتجي منه خايبه. والسكر ثقيل يخصكم ضروري يكون سكر ثقيل سبيسيال باش كتجي الحلوه زوينه بزاف. وخليكم معايا. ملي دخلت البنات 225 غرام تاع الكوك في العجينه تاع الغريبيه، دابا غادي ندير السميده. حتى السميده عندي 225 غرام تاع السميده، وواحد الشاسيه نتاع بيكين باودر او الخماره نتاع الحلويات تاع 8 غرام. وصافي غادي ندمج مزيان هاد المكونات حتى غادي نجمع العجينه نتاع الغريبيه. وخليكم معايا حتى الاخر وتشوفوا التفاصيل نتاع الغريبيه نتاع الكوك والسميده. ملي جمعت البنات صافي العجينه نتاع الحلوه نتاع الغريبيه نتاع الكوكو السميده، غادي ندير شويه نتاع ماء الزهر، غادي نبقى نحط فيه يدي هكا غير الصبيعان باش نبقى نفزك الحلوه باش غادي نكورها على شكل كويرات صغار. وغادي نبقى نفندهم في السكر ثقيل سبيسيال، وغادي نبقى نديرهم في الطاوه نتاع الفران كما كتشوفوا.
ملي صافي البنات ساليت في التشكال نتاع الحلوه نتاع الغريبيه نتاع الكوك والسميده، غادي نبقى دابا البنات نضغط عليهم باليد غير بالصبع هكا باش كتشقق شويه الحلوه، عاد غادي تدخل الفران غادي تزيد تشقق بزاف. الفران البنات انا ديجا شعلته على 180 درجه، خصكم في الحراره ما تدوزوش 160 و180 درجه، شعلت الفران من الفوق ومن التحت وصافي. غادي ندخل طوال الفران غادي تطيب الحلوه، غادي نخليها غير تشقق غير تبان ليا الحلوه صافي كتشقق صافي، غادي نحيدها من الفران، خصكم ما تخليوهاش تطيب بزاف باش ما تجيكمش ناشفه. ملي طابت البنات الحلوه حيدتها من الفران غادي نزينها، غادي نحتاج للتزيين المربى نتاع المشمش او الكوفيتير، غادي نبقى ندير هكا غير بشويه في الوسط بمعلقه صغيره، وغادي نحتاج اللوز مهرمش درت فيه النكهه نتاع البيستاج، كتجي المذاق ديالها زوين بهذا الشكل، غير جربوها غادي تعجبكم وصافي. غادي نستمر بنفس الطريقه غادي نزين الحلوه وغادي نتلاقى معكم على الشكل النهائي ان شاء الله. هو البنات الشكل النهائي نتاع الغريبيه نتاع الكوك والسميده كتجي جد رائعه. شوف البنات كيفاش كتجي هشيشه ما عندهاش كاع العظام، والله الا كتجي رائعه جدا وزوينه بزاف في المذاق. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات، وشكرا لكم بزاف الى الفيديو القادم، بسلام عليكم.